الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: قال: باب الإسراع بالجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: ويا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الإنسان، ولو سمع الإنسان لصحق. رواه البخاري. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان هذه المسألة، وهي الإسراع بالجنازة. فالإسراع بالجنازة سنة، فالإسراع بها يشمل تجهيزها، يشمل تجهيزها ويشمل دفنها ويشمل كل شيء يتعلق بإسراع بها. فالإسراع بالجنازة سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل الأمر إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولم يأتي صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فالقول بالوجوب لا شك أنه قول قوي، أن الإسراع بها واجب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه الحكمة من الإسراع بالجنازة، لأنها إذا كانت صالحة فإننا نقدمها إلى الخير، فإذا أخرناها عن الخير الذي ينتظرها. وإن كانت سوى ذلك، يعني غير صالحة، كانت فاسدة، فهو شر نضعه عن رقابنا، فبقاء هذه الجنازة الفاسدة بيننا شر علينا. فهذه هي العلة في الإسراع بالجنازة. فلذلك ينبغي لنا أن نمتثل هذا الأمر النبوي العظيم، وهو الإسراع بالجنازة، لأن الناس اليوم يعني قد يقعون في مخالفات في مثل هذه المسألة، بأن يؤخروا الجنازة اليوم اليومين، بل بعضهم يؤخر أكبر من ذلك، مع عدم وجود مصلحة شرعية. أما إذا وجدت المصلحة الشرعية في التأخير فلا بأس، كما حدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي صلوات ربي وسلامه عليه لم يدفن مباشرة، وإنما توفي يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعاء. ولكن هنا مصلحة رآها الصحابة رضي الله عنهم في تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعيين خليفة قبل دفن الرسول حتى لا يختلف الناس ويقع بينهم التنازع والتناحر. فهنا مصلحة شرعية. أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فإن الأصل إسراع بالجنازة. يعني بعض الناس الآن إذا توفي أحد فإنهم قد ينتظرون يوما كاملا من أجل أن يأتي أخوه ويأتي أبوه أو قريب له من سفر حتى يحضر الجنازة، وهذا التأخير بهذه الصفة لا يجوز، بل يجب الإسراع بالجنازة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان التأخير يسيرا، فرض أو فرضين، فهذا قد يقال فيه بالجواز، ولكن الأفضل على كل حال الإسراع بالجنازة. وذلك لأن تأخير الجنازة
من أجل أن يحضر غائب أو مسافر، ما هو الهدف منه؟ هل هناك سيكون تغير على الجنازة أو أمر ينفع الجنازة؟ الذي يحدث هو الصلاة والدعاء، وهذا يقع سواء حضر أو لم يحضر، فدعاه يستطيع أن يدعوه وهو في سفره. وإذا جاء إلى البلد ودفنت الجنازة جاز له أن يصلي عليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. فإذن التأخير في مثل هذه الحال، التأخير إذا كان طويلا فإنه لا يجوز، أما إذا كان يسيرا فالأمر فيه أيسر، وإن كان الأولى الإسراع. وذكر العلماء رحمه الله تعالى من المصالح الشرعية في تأخير الجنازة وعدم الإسراع بها مباشرة طلب كثرة الجمع من الناس، طلب كثرة الجمع من الناس كما يحدث في زماننا، مثلا لو كانت الوفاة في الصباح الظهر قد لا يصلي كثير من الناس بسبب الأعمال، فتؤخر مثلا من الظهر إلى العصر طلبا لكثرة الجمع، هذا لا بأس به لأنه فيه مصلحة شرعية وتأخر يسير. فإذا كان هناك مصلحة شرعية وتأخر يسير جاز تأخير الجنازة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، يعني رفعوها على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني. وهذا القول من الجنازة قول حقيقي يجب أن نؤمن به، الجنازة تقول قدموني، وهذا من أمور الغيب الذي يمتحن بها إيمان العبد، لا بد أن يؤمن بذلك أنها تتكلم حقيقة. كيف تتكلم؟ الله أعلم، لكن نقول تتكلم، تتكلم. ولذلك جاء في النص في الحديث ماذا قال؟ قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. إذن فكلام حقيقي مسموع، ولكن من رحمة الله عز وجل بالإنسان أنه لا يسمع هذا الصوت، لأنه لو سمع هذا الصوت كما قال صلى الله عليه وسلم ولو سمع الإنسان ولا صعق، وأيضا لو سمعناه ما تدفنا. فلذلك مثل هذه الأحاديث يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا جازما، وهي من الإيمان بالغيب، ولا ندخل في ذلك بعقولنا، بل يجب علينا أن نسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لا تدخل عقلك في مثل هذه الأمور، وإنما عليك أن تسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم سلم، سمعنا وطعنا. فمثل هذه الحديث نؤمن بها ونصدق بها، أما كيفيتها فإننا لا نعلم هذه الكيفية لأننا ما سمعناها، لو سمعناها عرفنا كيفيتها، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يسمعها الإنسان، لأنه لو سمعها لصعق الإنسان. وإما يستفاد من هذين الحديثين كما ذكر أهل العلم مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين والبعد عن مصاحبة الفاسقين الفاسدين. فإن كانت الجنازة وهي ميتة أمرنا بالإسراع بها، إذا كانت خيرا نقدمها إلى الخير، وإن كانت شرا فإننا يعني نضع هذا عن رقابنا حتى لا يطول الوقت مع هذه الجنازة الفاسدة. وهذا مما يدل على صحبة الصالحين أحياء وأمواتا، وترك مصاحبة الفاسقين الفاسدين أحياء وأمواتا، والصحبة بحسبها. ومما يستفاد من هذا الحديث التعريض بالكلام السيء وعدم التصريح به، وإن كان في مواضع جاء التصريح به ولكن التصريح يأتي للحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال إن كانت صالحة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك ما هي الفاسدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح، وهذا يسمى التعريض، وهذا من الأدب، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، يأتي التعريض بالكلمات أدبا واحتراما، ولكن قد يصرح بها أحيانا من أجل المصلحة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.